تعالوا نروح لرقم كده برضو حصلت فيه مصر على الرقم القياسي العالمي في أكبر عدد وجبات مدرسية. يعني إيه الوجبات المدرسية؟ وده رقم من يعني موسوعة جينيس. بيقولوا إن الوجبات المدرسية تم توزيعها خلال عام، واللي تحقق بفضل تعاون الجهات المسؤولة في الدولة عن منظومة التغذية المدرسية، على رأسها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ممثلا في المدينة الصناعية سايلو فودز، ووزارة التربية والتعليم الفني، وزارة الصحة والسكان، وممثلة في المعهد القومي للتغذية. طبعا ده شيء مهم، يعني التغذية في المدارس مهمة، وإنه الطفل اللي بيروح ده ياكل الوجبة بشكل صحي، يعني اللي تفيده واللي تديله صحة وتديله مناعة وتديله كمان ينمو بشكل صحي. خلينا كده يعني نكمل الخبر. كان لواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة أعلن إنتاج وتوزيع 600 مليون وجبة مدرسية من شركة سايلو فودز خلال العام الدراسي الماضي، وهي الفترة اللي حصلت سايلو فودز فيها على جائزة موسوعة جينيس، طبعا زي ما قلت في البداية لحضراتكم. خليني كده أروح مزيد من التفاصيل والمعلومات لدى دكتورة جيهان فؤاد، عميد المعهد القومي للتغذية. دكتورة جيهان، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. الخبر ده اللي بنتكلم عليه 600 مليون وجبه يعني تم تقديمها للتلاميذ كوجبه مدرسيه، كلمينا ايه اللي خلى يعني هذا الرقم يدخل موسوعه جينيس؟ هو احنا بالنسبه للتغذيه المدرسيه ده مشروع مصر من اول الدول اللي كانت بتقدم الوجبه المدرسيه يمكن من سنه 1951. وعلى مدار الوقت كان في تحسين في الخدمات اللي بتتقدم بحيث انها تغطي اوقات كثيره، كانت الاول مش بتغطي غير 100 يوم في اليوم الدراسي، وبعدين بعد كده حصل فيها تحسنات كتير. لكن طبعا عارفه حضرتك الولاد ما بقاش في اقبال على الشكل القديم للوجبه المدرسيه، حكايه صحيح. الفطيره والكلام ده زي ما حضرتك كنت بتسمعي، لان الولاد شايفين دلوقتي حاجات منتجات بسكوتات وعصير ولبن عليه فراوله عليه شوكليت، فكل الحاجات دي دلوقتي بقت الاطفال اقبالهم على الوجبه المدرسيه كان قل جدا طبعًا. احنا طبعا في فتره سايلو طبعا يعني احنا سايلو دخل 4 سنين عبال ما بقى موجود، لان ده كان توجه من زمان احنا عايزين نغير شكل الوجبه المدرسيه. تمام. السنه اللي فاتت كانت المرحله الاولى من افتتاح سايلو، وكان مركز فيها انتاج الوجبه المدرسيه. المعهد القومي للتغذيه تابع للهيئه العامه لمعاهد المستشفيات التعليميه، المعهد الوحيد الموجود في مصر والعالم العربي يمكن وشمال افريقيا، تخصصه فيما يخص وضع المواصفات للتغذيه بالاضافه لمشاركته في الابحاث والخدمات اللي بتقدم في العيادات وخدمات ثانيه كثيره. يعني الوجبه المدرسيه احنا بنحط المواصفه، المواصفه دي يعني ايه؟ انا المفروض الوجبه المدرسيه تكون عامله ازاي؟ المحتوى الغذائي القائم على المرجعيات العالميه تبع لسن الطفل. حضرتك احنا عندنا 13 مليون ونص تلميذ من 6 ل 12 سنه اللي هو التدريب التعليم الالزامي. تمام. في بعض ده بالنسبه للوجبات الجافه دي اللي قامت بيها سايلو، في انواع اخرى من الوجبات اللي هي الوجبات المصريه وخلافه، ودي موجوده في بعض المدارس في المحافظات او المدرسات المدارس الفنيه او التمييز وخلافه. نتكلم على الوجبه اللي هي 600 مليون اللي اتوزعت. اتحطت المرجعيه المواصفه بتاعتها، مواصفات التركيب، مواصفات التخزين، والناس متصوره انه دايما الناس في، انت عارفه انه دايما في ساعات بيبقى في اندر يعني استيميشن او ايفالويشن لخدمه بتقدميها للاسف طبعًا. الشديد يعني طبعا متصور ان بسكوت عادي يعني لا طبعا هو ده مش بسكوت عادي، هو بسكوت فيه ماده البريميكس، دي ماده فيها 13 عنصر من الفيتامينات طبعًا. والاملاح المعدنيه الضروره لنمو طبعا انتوا بتقدموا يعني. حاجات خاصه علشان نمو الاطفال، حضرتك قلتي يعني الفتره اللي هم الاطفال اللي هم من سن 6 لسن 13 سنه، يعني ده سن مهم جدا علشان ينمو بشكل صحي يعني. بالظبط كده يا فندم. احنا طبعا زينا زي بلاد كتير عندنا مشاكل في قصر القامه والانيميا والسمنه، وفي تحسن في بعض المعدلات طبعا، لكن في بعض المعدلات بتزيد زي حتى السمنه، وعشان كده احنا واحنا بنختار انواع اللي بنستعملها كنا مركزين جدا ان انا مش معنى ان انا بدي للطفل وجبه ان هي تاثر بالسلب عليه، لازم تكون تاثير ايجابي. تمام. الوجبه المدرسيه ليها كريتيريا، هي المفروض تكون 30% من احتياجات الغذائيه للطفل. احنا كمان عندنا الوجبه المدرسيه دي ليها بعد اجتماعي اللي هو الحضور للمدرسه.
في بعض صحيح. الطبقات الوجبه دي جاذبه ان الطفل يروح المدرسه طبعا، وهو مطمن انه رايح المدرسه هياكل ويتعلم، والاهل كمان مطمنين انه انا مش لازم انا اقدم له الوجبه، هو عنده الوجبه موجوده بتقدم من المدرسه. وساعات الولاد مش بيضطروا، يعني في ترند تعرف الولاد طبعا. كتير ده بيأثر على التحصيل الدراسي. عشان كده حتى احنا بنقدم الوجبه في بعض الاماكن بس علشان ايه ما يفوتش منه الحصتين الاولانيين. صح، غير انه بياكل مع 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 اصحابه مع زمايله فبياكلوا. حضرتك وانت بتكلميني يا دكتوره جيهان يعني على الشاشه، انا شايفه كمان التعبئه والتحضير والنظافه والالتزام والصحه طبعاً. الحقيقه يعني واضح جدا ان كل شيء بيقدم بشكل علمي، مفيش حاجه بتتلمس. عارفه كل المشاكل اللي كنا بنقابلها كمان، لانه زي تعليمات سياده الرئيس على انه كمان مش الانتاج، التوصيل، سلاسل الانتاج والامداد والمخازن. يعني هي دي كانت من ضمن المشاكل اللي كنا بنتعرض لها. انت عارفه حضرتك في محافظات وفي حتت بعيده وحتت متطرفه، فعشان تقدمي حاجه بنفس مستوى الخدمه في جميع الاماكن بنفس الشكل، بصراحه ده كان تشالنج كبير جدا او تحدي كبير جدا قدرت بصراحه سايلو. اكيد مفيش عمل بينجح الا عمل فريق، بصراحه في تعاون تام. اكيد يعني وبين سايلو وسلامه الغذاء ليه الوجبه تطلع بالمستوى ده وتوصل للناس، في تحليل ومتابعه لكل التشغيلات بتتعمل عندنا في المعهد، التحليل من العينات، في مراعاه لطلبات الناس. يعني في بعض الاماكن تقول لك لا احنا مش عايزين لبن، في ناس تقول لك طب انا عايزه عصير، يعني في طب انا عايزه فاكهه. أيوة. يعني على حسب، يعني مش هي حاجه على حسب بالظبط كده في التركيب، لكن متغيره على التفضيلات الغذائيه طبعا في بعض الاماكن والمحافظات. اكيد انا بشكر حضرتك جدا دكتوره جيهان فؤاد عميد المعهد القومي للتغذيه، وطبعا زي ما حضراتكم شفتوا ده مهم جدا. النهارده السيد الرئيس يمكن تفقد في جوله الحقيقه طويله، وكان في عرض ايضا من الساده الوزراء ومن الاجهزه اللي موجوده، وشفنا قد ايه الاهتمام بالتغذيه وقد ايه ايضا الاهتمام بكل ما يتم انتاجه وصناعته داخل هذه المدينه سايلو فودز.